استاذ ناصر القنديل، اهلا وسهلا فيك. ونحن بالبدايه بدنا نشكرك كثير على منحنا هيدا الوقت لحتى نتناول فيه اخر الاحداث يلي صارت على الساحه، وطبعا اهم الحدث الابرز الرد الايراني واستهداف اسرائيل لاول مره. اول شيء اهلا وسهلا. شكرا. ونحن بنقدر شغلك. كلك ذوق. الله يخليك. بعتقد المنطقه دخلت مرحله جديده، وهذا يعني كل العالم عم تحكي فيه، الأمريكان عم يحكوا فيه، الأوروبيين، الإسرائيليين نفسهم يعني عم يعترفوا دخلنا مرحلة جديدة. اثنين، بعتقد يعني الاستخفاف بأمرين كانوا جزء ملازم لتقييم الدور الإيراني نشال من الحسابات، الاستخفاف بجرأة إيران على قرار مواجهة، والاستخفاف بمقدرات إيران الفعلية العسكرية. بعتقد دخلنا بمرحلة الجد، يعني أن إيران دولة محاربة، دولة تتخذ قرار مواجهة وتملك مقدرات مواجهة. وبالتالي نحن قدام مرحلة جديدة، الكل عم بيقول 14 نيسان بحجم 7 أكتوبر إن لم يكن أكبر، يعني إن لم يكن هو 7 يعني الطوفان الإقليمي إذا صح التعبير. فالأمريكي متهيب، ولذلك نصائحه لإسرائيل بعدم الرد. الإسرائيلي مأزوم، يعني بالحالتين إذا رد عنده مشكل ماذا سيحدث بعد الرد، وإذا لم يرد عنده مشكل كيف سيحتوي الرد، وبالتالي لوين بده يروح؟ على الجبهات اللي أصلا هو يائس من إمكانية تعديل الموازين فيها، سواء بغزة أو بلبنان أو بالبحر الأحمر أو المقاومة العراقية. برأيي أنه مهما كان الواحد مشاعره معادي للمقاومة ومحور المقاومة ومعبأ ضد إيران أو عنده مصلحة أو عنده حقد أو هذا، ما في ينكر حقيقة أنه لأول مرة بتاريخ المنطقة إسرائيل هالقد محتاجة الغرب وخصوصا أمريكا، لأن ما لدى محور المقاومة هو أعلى مما كانت كل الدول العربية قادرة تحضره في مواجهة إسرائيل، وأن أمريكا نفسها لا تشعر براحة في أخذ قرار المواجهة، يعني مستحق المواجهة ومخاطرها، لأن لدى المقاومة ومحور المقاومة ما يقلق. صحيح. فبدو يقرأ الواحد الأحداث على هالخلفية. الفرق بين محور المقاومة وبين خصومه أنه محور المقاومة موضوعي في قراءة القوة الأمريكية الإسرائيلية، يعني لا يبخس حقه، بينما خصوم المقاومة كل فلسفتهم قائمة، كل الخطاب الإعلامي تبعهم قائم على الاستهزاء. صح. بمقدرات المقاومة وقوى المقاومة وتمجيد وتعظيم القوة الإسرائيلية والأمريكية اللي أصحابها نفسهم بيعترفوا بمحدودية قدرتها على تغيير المعادلات. هل تبين أنه هيدي القوة المنفوخة عند إسرائيل هي مجرد فقاعة ولا لا؟ يعني في حدا قدر يلجمها حقيقة؟ هل هي فعلا إسرائيل ضعيفة عكس ما كنا نسمع قبل؟ أقوى جيش بالشرق الأوسط، أقوى رابع جيش بالعالم. أنا رأيي اللي عمله محور المقاومة، لنكون يعني موضوعيين ونقدم مادة معرفية للمتلقي مش شعارات عاطفية، غير قانون الحرب. يعني بمعايير الحرب التقليدية لا تزال إسرائيل هي الجيش الأقوى في المنطقة. بمعايير الجيل السابق للحرب، اللي أنا بقول جيل القرن العشرين، اللي هو الدبابة، عند إسرائيل أفضل دبابة. صح. الطائرة عندها أفضل طائرة. صاروخ الدفاع الجوي التقليدي الباتريوت يعني، أو الحتس 2 و3 عندها الأفضل. اللي عملوا محور المقاومة وبقيادة إيران، لنحكي بصراحة أنه هون في شيء يجب أن يضاء عليه، أنه نحن لأول مرة قدام دولة يفترض أنها دولة عالم ثالث، كل شيء قاتلت به أو قدمته على مسرح الحرب أو قدمته لقوى المقاومة في مسرح الحرب هو صناعة وطنية، صناعة إيرانية، إيرانية. يعني العقول إيرانية، المواد الخام إيرانية، الخطط إيرانية، التطوير إيراني. مثلا الشيء الرئيسي اللي كانت المعركة عليه بين العقول الأمريكية والعقول الإيرانية بالمشهد اللي شفناه ب 14 نيسان هو هل يستطيع الأمريكيون الذين أرسلوا مدمرتين للحرب الإلكترونية إلى المنطقة إسقاط
طائرة واحدة بالطرق الإلكترونية، يعني استردادها سليمة إلى الأرض، أو تعطيل إطلاق صاروخ، أو حرف مسار طائرة أو صاروخ عن الوجهة المرسل إليها، فشلوا قدام 331 رأس طائر متفجر، سواء كان طائرة أو صاروخ، من أجيال قديمة وحديثة بسرعات بطيئة وعالية. وبالتالي، وهذا أنا برأيي اللي كانوا الإيرانيين عم الرسالة الفعلية للأمريكيين هي هاي، لأن الإيرانيين دون دول العالم الأخرى أنتجوا شفرة وطنية لا تتصل بالجي بي أس، لا تعتمد الإنترنت، تعتمد نظام تشفير وطني خاص مع أجهزة إرسال خاصة، مع قدرات تحكم خاصة. هذا العمق التقني الوطني، توطين التكنولوجيا، هو الفلسفة الإيرانية الأساسية أصلا. لكن اللي حدث مع هذا أنه جيل الحروب الجديد في القرن 21 كما رأيناه في أوكرانيا اللي هي مش عنا، طيب نحن بحرب العالمين لما بنحضر الأفلام على الحرب العالمية الثانية منشوف دبابات بالصحاري، 200 دبابة زاحفة من هون رومل، قابيله 200 دبابة مونتغامري، وحرب الدبابات. ما شفنا بأوكرانيا حرب دبابات، الدبابات شفناها مدفع أخرى أصامت، يعني أصم أنه موجودة بتستعمل للإطلاق مثل أي مدفع ثابت. يعني ما شفنا الدبابات الروسية، روسية عندها 7000 دبابة، أوكرانيا عندها 3000 دبابة. المتوقع لما نشوف جيشين عم يتقابلوا أنه في التلال والهضاب والهذا نشوف معارك دبابات ما شفنا، حرب طائرات ما شفنا، سلاح الجو الأوكراني مع سلاح الجو الروسي مثل ما شفنا بحرب 73 الجيش المصري والجيش الإسرائيلي، وقبله بالحرب العالمية الثانية الألمان والإنجليز هذا لم نره. شو السبب؟ إسرائيل تنتمي إلى جيل القرن العشرين في الحرب. محور المقاومة أنتج جيل القرن 21 اللي شفناه بأوكرانيا، اللي هو أن الحاسم في الحرب لم يعد الطائرة والدبابة والصاروخ التقليدي، صاروخ الدفاع الجوي يعني الباتريوت أو سواه. أصبح الطائرة المسيرة، الصاروخ الموجه المجنح أو سواه الدقيق يعني، وشبكات الصواريخ الذكية في مواجهة الصواريخ والطائرات الأس 400 وهذه النماذج الجديدة منها. محور المقاومة ينتمي إلى جيل حرب القرن 21، بل هو الذي صنعه، لأنه أول هلأ بيقولوا روسيا تعتمد في طائرات المسيرة على إيران. طيب معلش روق شوي، لما عم تقول روسيا دولة عظمى وتعتمد على إيران، فإذا في واحد بالعالم بس انتبه لهالقصة اسمه مارتن أندك، اللي كان سفير أمريكا بإسرائيل ومعاون وزير خارجية ومعاون رئيس مجلس أمن قومي بسنة 93. بيقول مارتن أندك أنه نحن قدام ألمانيا جديدة في إيران، وطبعا هو حرف الأمر باتجاه ليقول أنه في هتلر تاني، يعني بمعنى سمى الفاشية الإسلامية، هو استعمل هالتعبير في التوصيف. ما بهمني هذا رأيه السياسي، أنا بهمني بقراءته الموضوعية. قال عدد السكان، الإرادة في بناء اعتماد على الذات، المثابرة في إنتاج عقول مبتكرة وعبقرية في تكوين منظومة أمن وطني مستقلة بالكامل، التعدين بدرجة مرعبة، وبيقول إنه صناعة التعدين في إيران تحاكي صناعة التعدين في اليابان وألمانيا، وبناء عليها إنه ما تطلعوا عند إيران طائرات التي تستعملها داخل إيران كلها صناعة وطنية، السيارات إلى آخره، هذا بسبب صناعة التعدين. فصناعة الإلكترونيات مثلا، هلأ لما بيحكوا على الحرب السيبرانية بيحطوا إيران واحدة من الدول الخمس الأولى في العالم بالحرب السيبرانية. لما بتحكي مثلا عن أنا أذكر جون كيري اللي كان وزير خارجية أمريكا وقت توقيع الاتفاق النووي مع إيران 2015 بأوتيل ماريوت بالبحر الميت، جمع كل السلك الدبلوماسي الأمريكي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وشرق آسيا، وعم بيفسر ليش بدنا نمضي مع إيران اتفاق، فعم يحكي ميزات إيران. من الميزات اللي عم يحكيها عم بيقول إنه إيران الدولة السادسة في العالم من حيث الابتكارات، إيران في مجال الطب مثلا تأتي بعد أمريكا وبريطانيا وألمانيا، هي الدولة الرابعة في العالم
في تقديم علاجات طبية غير موجودة بدول أخرى. أنا بعرف مثلا أنه زراعة الكبد من أصدقاء وناس بيكون عندهم مشاكل وهذا خيلك عم بيقولوا إيران هي هذا بركي بتساعدنا أنه بنقدر نبعث فلان على إيران. صرت أسأل ونعرف ونتعرف يعني. بالتالي إيران عملت نهضة. مارتن أندك لقطة قال نحن قدام ألمانيا جديدة. الفرق بين إيران وبين ألمانيا الهتلرية أنه إيران تتفادى الحروب. يعني إيران لا تريد حروبا. إيران تريد بناء قوة ردع مهابة الجانب، تقول للأمريكي وللغرب ولإسرائيل ما تمزحوا معنا. اثنين، خدوا بالاعتبار حجم قوتنا وتعوا نبني معادلاتنا على أساس هذه القوة. تقول لدول الجوار لا تخافوا مننا، ما لدينا نحن جاهزون لنقله لكم من تقنيات ومن إمكانيات ومن كذا، واتكلوا أنه ما في حاجة للأجنبي، ما تخافوا منه، هذا ما بيخوف. فهي الإيران أخذت 40 سنة لوصلت إلى هذه المرتبة. أنا رأيي أنه محور المقاومة، نعم إسرائيل لا تزال قوية، إذا في ليش سوريا مش داخل المعركة الآن؟ كتار بيسألوا، لأنه سوريا جيش نظامي لا يزال ينتمي إلى أجيال حروب القرن العشرين، دبابة وطيارة وهذا، إسرائيل متفوق عليه بهون. وبالتالي حركات المقاومة، تخيلي أنت أنه هذه الحرب العربية الإسرائيلية الرابعة، يعني إذا قلنا 48 67 73 هاي الحرب الرابعة اللي في عدة جبهات عربية عم تقاتل إسرائيل. طيب ما فيها ولا جيش عربي، أطول حرب عملوها العرب مع إسرائيل، أكثر حرب متعبة لإسرائيل، مش عم تلاقي مخرج وفكاك منها، ومش ربحاني شيء، وعم بتدور بالأراضي المحتلة عام 48. كتير مهم هذا الشيء. صحيح. طوفان صار بغلاف غزة اللي هو أرض محتلة عام 48، حزب الله عم بيقاتل بشمال فلسطين اللي هو أرض محتلة عام 48، بينما كل الحروب العربية السابقة خيضت بأرض 67. يعني حرب 73 الجيش السوري تقدم بالجولان المحتل، والجيش المصري تقدم بسيناء المحتلة. صحيح. طيب وما كلفت العرب شيء، لا حكومة ولا جيش ولا شعب ولا اقتصاد ولا هذا، عم تحملها قوى المقاومة، حتى مش الشعوب ببلادها. يعني مثلا بلبنان انه المقاومة حاملة بجسدها العاري تبعات وتكاليف هذه الحرب، والبيئة اللصيقة فيها هي اللي عم تشاركها دفع هذا الثمن، بينما باقي لبنان انه صحيح بيتأثر بصورة نسبية يعني نفسيا وسياسيا واقتصاديا، بس انه بتروح بتمرق بشوارع بيروت او بجونية او بطرابلس او ببعلبك او بحياة عادية يعني. صحيح. فهذا النمط الجديد من الحروب الناتج عن، برأيي يعني في كتير من الاشياء اللي الخلاصات الفكرية خليني اقول اللي انتجتها حرب المقاومة، بس واحدة منها مثلا اسقطت نظرية الاجماع العربي ضروري لتواجه اسرائيل، مش صحيح. الدول الفاعلة العربية، وين الدول الفاعلة العربية؟ اليوم الفاعل العربي هو اليمن وسوري ولبنان وغزة والعراق ونسبيا سوريا كسند خلفي. وهلأ إيران، لأنه تحرشوا بإيران وإلا مش بالوارد يعني. طيب لازم تكون الدولة قوية ومتواسكة. أنا مثلا سمعت الوزير باسيل لما عم بيقول أنه كيف لأحد أن يتوقع أو يتحدث عن نصر في لبنان؟ إن شاء الله ما يكون قصده سماحة السيد، لأنه أنا أربأ به أن يخاطب سماحة السيد بهاللغة، فيما لبنان منقسم ولبنان كذا ولبنان كذا. طبعا ما حدا بيتمنى لبلده يكون منقسم، بس للأسف أنه نحن حررنا لبنان بمقاومة نهضت وانتصرت ببلد منقسم وبحرب أهلية وببلد مفلس اقتصاديا وببلد فيه شبح دولي بس ما في دولي. طيب هلأ الدول الكيانات العربية اللي عم بتشارك بهذه الحرب هي أضعف الكيانات. غزة المحاصرة، المقصوفة المجوعة، اليمن المدمر الجائع، هذا العراق المفكك المشتت، ولبنان يعني. فإذا نظرية أنه لازم تكون دول قوية ودول متماسكة ودول اقتصاد عظيم ودول مدري شو لا تقدر تربع على إسرائيل طلعت كذبة. نظرية أنه لازم العرب الأقوياء يكونوا شركاء بالحرب لنربحها طلعت كذبة. نظرية لازم نبني جيش قوي كمان طلعت كذبة. وبالتالي الآن في معادلات جديدة على العقول العربية وحتى العالمية أنا بعتقد أن تشتغل لفك الشفرة اللي بتحملها، أنه نحن ندخل في هذه المنطقة التي تصنع فيها السياسة الدولية، خلينا نتفق على هاي. نعم.
لا مكان لدولة إمبراطورية في العالم إلا عندما تعبر هذا التراب من أيام الرومان والإسكندر يعني بيرجع لكل التاريخ الواحد. معمودية الصعود إلى مرتبة الإمبراطورية بده يمرق من هون. الدولة الإمبراطورية اللي حكمتها المنطقة بعد الحرب العالمية الثانية اللي اسمها أمريكا واضح إن اليوم عاجزة عن الإمساك بتل أبيب المنطقة. تركيا عم تفلت من إيدها، السعودية عم تعمل خيارات مستقلة، إيران متصالحة مع اثنين هؤلاء الكبيرين الفاعلين الآخرين في المنطقة، صحيح. إسرائيل عم تتضاءل حجما ومكانة وقدرة، وبالتالي في شرق أوسط جديد مزبوط. يعني مع العلم أنا ما بستعمل شرق أوسط يعني، بس لأنه هني استعملوا شرق أوسط جديد. نعم هناك شرق أوسط جديد لكن غير الذي كانت تحلم به غونداليزا رايس. فإذا في شيء، هل بيكون هذا مدخل لولادة النظام العالمي الجديد أم لولادة قوة عالمية جديدة من المنطقة تدخل سباق المتنافسين في اللعبة الدولية الجديدة؟ أسئلة بعتقد صعب الجواب عليها، لكن بدأ يطرحها تطور الأوضاع في المنطقة. بس مما لا شك فيه أنه العالم بلش يتغير، هيدي على كل الأصعدة، حتى على صعيد الرأي العام اللي كان كتير متعاطف قبل مع إسرائيل، معتبرها هي حمامة سلام عايشة بين بؤر للإرهاب. هيدي النظرة عم تتغير تماما. أكيد رح نكمل بموضوع الرد الإيراني، ولكن تعقيبا على كلام الوزير جبران باسيل بخصوص اللي قاله، يمكن المقصود أنه بحرب 2006 كان في إجماع أكبر حول المقاومة تحديدا بالشارع المسيحي. اليوم شوي اختلفت الأمور بسبب الانتكاسات يلي صارت خلال عهد الرئيس عون، اللي بيعتبروا أنه يعني التيار بيعتبر أنه الحزب ما ساندوا بموضوع مكافحة الفساد. شوفي أنا يعني بعتبر حالي من العتالي اللي بيشتغلوا على صيانة العلاقة بين حزب الله والتيار الوطني الحر، ولذلك دائما بتجنب يعني فوت بنقاش علني أنا عامل يعني كاتب وثائق وأوراق عمل وعامل نقاشات وحوارات. وأنا برأيي أنه الخلل الأساسي بالعلاقة بين التيار والحزب هو نقص الحوار. يعني على كل حال هذا مش هو الموضوع، لكن خلينا نتفق على شيء. حتى هالتوصيف في خللين اللي قدمتيه ومش رأيك يعني نقلا عن أكيد. الخلل الأول أنه هو يتهم التيار ضمنا بالانتهازية، لأنه القضايا الوطنية والموقف منها لا يبنى على العلاقات الذاتية، أنه إذا أنا منيح أنا وحزب الله فبصير بساندو، إذا أنا وياه مختلفين فبقضية بحجم حرب مع إسرائيل بصير بعمل حسابات طالع نازل. أنا رأيي لا، يعني التيار أربأ به أن يكون هذا منطلقه، وعنده مقاربة بتقول هو ضد وحدة الساحات. طيب وحدة الساحات بلبنان قدر، في نوعين من وحدة الساحات فيك تنقي بيناتهم، بس ما فيك تطلع من وحدة الساحات. في نوع من وحدة الساحات بالمقاربة والرؤية الأمريكية الإسرائيلية اللي بيقول هدوا كل الجبهات لنخلص على غزة وراجع عنكم. أكيد فيش لبناني وطني بيقبل هالشي طبعا. في وحدة الساحات الأخرى اللي أنا برأيي ما انفهمت مظبوط، لأنه أنا كتبت مقال عن الموضوع لحتى ما اتجاهل يعني كلام الوزير باسيل، ورد لي على المقال ورجع رد علي علنا لما قال أنه هناك بعض من نصحنا ويقول أنه صديق، ونعم هو صديق فعلا، وإن مفردة نصف الحرب تحتاج إلى فحص وإلى تقييم. واتمنى أنه لو الحوار بيكون مع يعني أصحاب الـ 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 يعني الأصليين، لأنه عم يشكي من قلة الحوار وأنا مثله أشكو يعني. هلأ مين بيتحمل المسؤولية؟ هذا موضوع تاني. أنا قلت أنه اللي عمله حزب الله ما عمل حرب، عمل نصف حرب، لأنه الإسرائيلي بده يا حرب يا لا حرب، فهو أربكوا بنصف الحرب. واللي عم بحط إيقاع نصف الحرب اللي بعدها بقلب نصف حرب، يعني من بدايتها لما فتح مزارع شبعة لليوم لما عم يقصف عمق الجولان بعدنا بتوصيف اسمه نصف حرب. نصف الحرب هذا يمنع الحرب الشاملة ويمنع اللا حرب. الحرب الشاملة اللي إسرائيلي فيها بده يهرب من استحقاقات غزة، واللا حرب اللي بده يتفرغ فيها لغزة. فبالتالي أنا رأيي هذا الابتكار عبقري. صح. طبعا
بما أنه الوزير باسيل قال وافقني أنه هذا يحتاج إلى تقييم، فإذا بعتبر نحن متفقين على هاي. أنا رأيي هاي الإشكال الأول يعني بالتقييم بالخلفية، شو هي الحسابات والهذا. الاعتبار الثاني اللي يعني له علاقة بنظرة التيار الوطني الحر وحجم المشاركة اللبنانية وراء المقاومة اللي قلتي قياسا ب 2006. شوفي ب 2006 أنا برأيي الوضع كان أسوأ بكتير، نحكي بصراحة. المقاومة اليوم مرتاحة أكتر بكتير من 2006، أكيد في تمني لو أن موقف التيار الوطني الحر ملتصق كما كان عام 2006، بس ما كمان موقف التيار الوطني الحر في المبدأ لم يخرج عن الإطار العريض. أنا بختلف مع كتير من محبي المقاومة اللي بيروحوا لحد يعني التمادي على التيار واتهامه بأنه لا، هو مش بالمقلب الآخر، يعني هو يبقى يصر على أن قوة الردع التي تمثلها المقاومة هي التي تحمي لبنان، إذا تعرض لبنان للعدوان فإننا سنكون يعني في خندق واحد ولن نسمح. وأنا هاي تمنيت عليه للوزير باسيل أنه يقول هالشي، وبتشكروا أنه قالوا يعني أنه ما يلعب الإسرائيلي بيناتنا ويفكر أنه نحن منقسمين وأنه هذا بيشجع على خوض الحرب. إذا اعتدى على لبنان سنكون صفا واحدا في مواجهته. فإذا موقف التيار الوطني الحر أنا برأيي جيد، كان جيد جدا وممتاز ب 2006، بس الآن جيد. لكن تعي نشوف الباقي. كانت الحكومة بال 2006 مجندة ضد المقاومة، واحد. اثنين، كان في حالة من التوتر الانفعالي الغاضب في الوسطين السني والدرزي يسيطر على 90% من جمهور الطائفتين. اليوم عندنا بالحالة الدرزية حد أدنى أنه حسنا فعل حزب الله بأنه جنب لبنان الحرب، ونتمنى أن يواصل العمل كذلك وأن يوفق. وبستعير الكلمة اللي قالها الأستاذ وليد جنبلاط أنه ويمكن إذا رحنا على الحرب ما يكون هو السبب، يعني الإسرائيلي يكون تجاوز الخطوط الحمراء. فهذا موقف معقول، صحيح. يعني عم نقول التيار موقفه جيد، هذا موقف معقول بقياسا لل 2006 فيش نسبة سلاح الغدر والخيانة إذا أخذنا الحالة السنية نصين، نص موقف جيد جدا يعني أعلى من مرتبة موقف التيار اللي هو الموقف اللي تأثر بغزة وأنه اليوم سنة وشيعة عم بيقاتلوا سوا، خطر الفتنة ما عاد موجود بعد المصالحة الإيرانية السعودية، وبالتالي هذا النص من الطائفة السنية المساند بقوة اللي ترجمته قوات الفجر الجماعة الإسلامية بمشاركة في عمليات وين كنا ب 2006، والنص الثاني اللي هو تيار المستقبل والتشكيلات السياسية التي تلوذ يعني بالرأي السعودي أو سواه اللي بعتقدها وهن الشارع السني، موقفها خليني أقول معقول يعني مثل موقف ولي جملات. فإذا نحن قدام معادلة لبنانية مريحة للمقاومة بالقياس ل 2006. 2006 كان في تآمر على المقاومة، 2006 كانت الحكومة تحمل الطلبات الأمريكية، ولما الأمريكي بلش هو والإسرائيلي يتراجعوا كان التحريض أنه ليش ما تكون توقفوا. صح. يعني أنا بتذكر أنه بقلب الحرب شفت الرئيس بري وكانت طالعة من عنده غونداليزا رايس، وشفت شكل لون وجهه ما عجبني يعني. قلت له خير شو فيه؟ قال لي مش قادر تصدق. قلت له شو؟ قال لي عم تقول لي فؤاد السنيورة موافق على الفصل السابع. فهذا ما عنا إياه اليوم. الحكومة حتى أداء الحكومة ممكن ناس تختلف مع الحكومة على قضايا كثيرة، يعني صلاحيات رئاسة الجمهورية أو على الموضوع الاقتصادي الودائع، شخص الرئيس مئاتي في حوله إشكاليات سياسية ناس بتنقسم حوله مؤيد معارض إلى آخره، لكن في هذه المسألة بالتحديد أنا برأيي أنا شخصيا أشيد بالحكومة وموقف الحكومة. برأيي كأنه نحن بعهد الرئيس لحود عم نسمع كلام التأييد، التطابق مع المقاومة، ما بدي أقول التأييد، تناغم مع المقاومة. طيب فإذا لا، أنا رأيي مش يعني هذا التوصيف مش كتير دقيق ويحتاج إلى مزيد من التدقيق. بالعودة للرد الإيراني اللي هو طبعا كان حدث ضخم ومهم كتير، بدنا نحكي عن نوعية المسيرات والصواريخ يلي أطلقت. هل صحيح أنه هي
جيل متأخر شوي عن القدرات يلي بتملكها إيران واللي هي لهلأ بعد ما استعملتها. نزل كتير تقارير صحفية عن هذا الموضوع أو تلميحات. طبعا أنا مني خبير يعني بالطائرات المسيرة وبالصواريخ، بس أنه طبعا عايشين جو المنطقة جو حرب يعني إلى 40 سنة بجو حرب، وبالتالي أي واحد بيتعاطى شأن عام وجدي بالشأن العام بيحاول يتعلم يعني. وأنا ب82 يعني وقبل 82 جزء من العمل المقاوم حتى الميداني يعني، فبالتالي عندي يعني إلمام أو اطلاع أو رغبة بالاطلاع. خليني قلك بحدود ما أعلم، هذا ليس أفضل ما لدى إيران، حتى ما نقول أجيال متأخرة، لكن هذا ليس أفضل ما لدى إيران. يعني إيران لم تتقصد أن ترسل بمعيار اللي هو يفترض معيار اللي بيعمل ضربة، اللي هو شو أفضل طائرة ممكن تقدر توصل للهدف وتدمره. لم يضع هذا المعيار قطعا، لو وضع هذا المعيار لكانت خياراته أخرى، لأنه وفق هذا المعيار ما حدا بيبعت طيارة بدها 9 ساعات لتوصل، وهو عنده طائرات بدها 1.25 ساعة لتوصل. وأنا هلا بشرح لي 1.25 ساعة؟ إيه يعني أنا بكانون تاني كنت بإيران، ونظمت لي جولة على معرض الطائرات المسيرة والصواريخ، المعرض الجو فضائي، وشرح لنا ضابط بالحرس يعني هذا الجناح اللي فيه المنجزات الحديثة لكن المعلنة، لأنه الغير معلن غير معلن يعني. وقطعا دولة مثل إيران يعني لما نقول حزب الله عنده مفاجآت، أكيد إيران عندها مفاجآت، فبالتالي أكيد أنه عندها جيلين غير معلنين. في جيل معلن هو ما رأيناه، هو الشاهد 136 هن ثالث جيل بعده يعني، فإذا عم نحكي عن جيل خامس عمليا الذي أرسل له وظيفة إبداء العزم أنه إيران ما عم تمزح. اللي بيبعت 200 طائرة مسيرة عم يعمل شو على مستوى المنطقة، مسرحية مزبوط اللي قالوا مسرحية، والله ما غلطوا، بس المسرحية مش عاطلة يعني. انه مرات المسرح يعني بعتقد فولتير اللي قايل انه الخطابي عمل مسرح، انه عليك ان تتقن اصول المسرح كي تكون خطيبا، صحيح. ايه فانه انه مش وبالعمل العسكري ايه في شيء اسمه، انا بتذكر يعني واحدة من الاشياء انا عم بقرا ليدل هارت مثلا اللي هو من كبار المنظرين الاستراتيجيين، بيحكي على اهميه الابهار. هذا شو هو الابهار؟ مسرحي يعني. فايران عملت هالشيء، عملت شو ليقول نحن مش جهه عاديه، مش حدا بزت صاروخ وانه بصيب هدف، ونحن جهه على درجة عالية من الامتلاء بالقدرات، على درجة عالية من التحكم بالمقدرات، وهول بيعتينهم لشي واحد، مش ليوصلوا للأهداف ولا ليفجروا ولا ليدمروا. هو بيعتينهم لنقلك يا أمريكي فيك تسيطر على وحدة منهم سليمة من خلال الحرب الإلكترونية كما فعلنا بطائراتك من قبل. كان عندك طائرات بأفغانستان، بتتذكر كيف نزلناها مثل العصافير؟ فيك تنزل طياراتنا مثل العصافير، شرف. مش بعتن لك وحدة واثنين لتقول زمطت مني، ولا بعتن لك وحدة بدها ساعة لتوصل، بعتن لك 9 ساعات حك دماغك وشغل عقولك وآلاتك وماكيناتك وفرجينا مرجلتك. هاي الوظيفة، لأنه بكرة بس نبعت لك اللي بدها 1.25 ساعة لازم سلفا تعرف أنه هذه ستصل إلى هدفها وسوف تدمر الهدف. انا شفت طائره بحجم يعني طول 20، قال لي هو 22 متر ضابط طولها، و شكلها مثل F-35 ومسمينا الشبح، وحموله 500 كيلوغرام متفجرات. فهي واحده من الطائرات المعلنه، ما هي ما شفناها بهاي العام. هيدي عفوا اي سنه استاذ ناصر؟ هاي السنه بكانون تاني انا كنت. نعم هاي بعتقد حزب الله عامل مثله. ايه يعني انا بتذكر بنيسان الماضي كان عندنا لقاء عبر الشاشه يعني مجموعه من المفكرين والكتاب العرب مع سماحه السيد،
كانت داعية جمعية المحللين السياسيين لمؤتمر وعملت مؤتمر وبختامه في كلمة لسماحة السيد فحكى شغلي قال هو عم يشرح عن أن محور المقاومة أنه في تحول كبير بالمنطقة ليش أنا عم أقول أنه في عقل استراتيجي عم يشتغل يعني قال أنه أهم تحول اليوم هو أنه هناك شيء اسمه محور المقاومة بمعنى اجتمعت القوى الموجودة بالمنطقة على خلفية مقاتلة إسرائيل والهيمنة الأمريكية على برنامج وهي القوى صارت محور وهالمحور له غرفة عمليات وعنده مهمة هي الاستعداد لحرب فاصلة مع إسرائيل يجب أن تنتهي بزواله ومقومات الحرب الفاصلة موجودة على الورق شو لازمنا وأنا لا أخفي عليكم عم بنقول عنه حرفا يعني أننا على مستوى التعداد البشري المؤهل بالمهارات وبالروح المعنوية وبالبنية المنظمة القتالية ما عم بحكي على المريدين والجمهور والمناصرين نحن نملك أكثر مما نحتاج لحربنا الفاصلة مع إسرائيل نيه؟ هذا واحد اثنين على مستوى التسليح مجموع ما نملكه كمحور يفيض عن حجم حاجتنا للمعركة الفاصلة مع إسرائيل عندنا مشكلتين كله هن المشكل الأول أننا نحتاج إلى إعادة توزيع الفائض التسليحي بما يتناسب مع حاجة الجبهات مثلا هو ما قال بس أنا عم بستنتج الضفة الغربية مثلا اللي هي موقع محوري بالمعركة حجم ما لديها محدود بقياس ما يجب أن يكون لديها حجم ما لدى غزة مثلا من الصواريخ البعيدة المدى والدقيقة مثل اللي عند حزب الله محدود وبالتالي يجب أن فإذا هذا الجانب وبسياقه تعافي سوريا تماسك العراق وهو على الصعيد السياسي والأمر الثاني المشروعية يعني أن تأتي لحظة نكون معتدى علينا فيها عشان هيك بيقولوا عنده سلاح بيقول بيدمر إسرائيل ما يروح يدمرها ما هو شارطها لا أقدر أربح الحرب دوليا وعربيا والرأي العام العربي يكون معي والرأي العام اللبناني يتحمل تضحيات ومثله بالساحات الأخرى لازم يكون عندي مشروعية الحرب أكيد. وبالتالي مشروعية الحرب العليا هي عندما تكون في موقع المعتدى عليك هلأ إيران في حدا من المواطنين الإيرانيين بيقول له للإمام الخامنئي إيه؟ عم تورطنا أنا شفت فيديو أكيد شفتي عامل نظافي عم بيضيفوه حلو بأحد شوارع طهران فبيقول له شو المناسبة قال له إيران ضربت إسرائيل ملامح وجهه تغيرت الله أكبر الله يطول بعمر القائد رفعت راسنا لا لأنه إلى 14 يوم الناس عم تلطم بإيران أنه هاي الإمبراطورية العظمى إسرائيل بتدمرها قنصلية وبعد ما ردت فبالتالي أن تكون وأنا وقتها في فيديو بيستعملوا لي إياه مرات للسخرية اللي بيقول إيران روقوا على إيران تاكل أول كف وتاني كف وتالت كف ورابع كف فحطن لي ستراك بدق على الدربكة يعني ليقولوا انه اكلوا كفوف لكن لما بتسلخ كفها ما حدا في يقوم منه من الفرشة وهذا اللي عملته إيران إيران مش غارات 30 غارة و 50 غارة مثل اللي بتعملهم إسرائيل وعادي والحياة مكملة بعد منها وهذا وقفت العالم كله على أجر ونص والآن الحدث شو 14 نيسان حطوا زيح ما قبله غير ما بعده انه اكلت 20 كف ايران بس بكف واحد مش طلعت الفرق فتحت صفحة جديدة بالتالي نحن قدام معادلة برأيي انه محور المقاومة وكنت عم بستعين بكلام سماحة السيد لأقول انه في تحول جديد صار انه في جهة عم تدرس وعم تخطط وحاطة قدامها حسابات وحاطة قدامها اهداف وعم بتقول انه انا رايحة في هذا الطريق هل قيادي للمحور اللي جاءت بمفاجأة الطوفان حتى لو كانت القسام واحدة بدون معرفة الآخرين ما هو هذا العقل ذاته يعني وفي شيء جميل في هذا المحور هو موجود أيضا بالجبهة الدولية الأوسع المناوئة للهيمنة الأمريكية يعني إيران الصين روسيا أنه إذا كنا نقوم نحن على قاعدة الدفاع عن الاستقلال الوطني لدولة روسيا أو لدولة الصين أو لدولة إيران فالأحرى بنا
أن نتحمل استقلال بعضنا عن بعض، لأنه مفهوم الاستقلال واحد ولا يتجزأ. بالتالي ما في يكون أنا عم قاتل من أجل الاستقلال الوطني وبدي إملي على الطريقة الأمريكية أنه إيران لازم تكون نموذج عن روسيا أو عن الصين أو العكس. فبتلاقي روسيا اللي هي نظام اقتصادي ليبرالي لكن قيصري على أرثوذكسي، مش هيك؟ بتلاقي إيران هي نظام اقتصادي اجتماعي، يعني في نمط اشتراكي نسبيا إذا بدك، رأسمالي موجه، خلينا نستخدم التعبير، مع جمهورية إسلامية بعصب فارسي. بتروحي على الصين بتلاقي شيوعية على كونفوشية على مليارديرات، انه على سوريا علمانية بعث على. فانت قدام خلطة قائمة على مبدأ احترام مبدأ الاستقلال. بمحور المقاومة هذا المبدأ محترم، انه نحن كل قوة الى ساحتها الى حساباتها، نحن وحدة الساحات لا تلغي استقلال الساحات. بالتالي نحن ملتزمين مع بعض، اذا ساحة تعرضت للسقوط نقلب الطاولة، لكن طالما هذه الساحة تقوم بما يجب في حربها التي هي قررتها، واجب الساحات الأخرى أن تسندها بحدود ما تتحمل أوضاعها. لذلك بتلاقي لبنان هيك عم بيساهم، اليمن هيك عم بيساهم. اثنين، تفوق الأخلاقي. شو يعني التفوق الأخلاقي؟ أنه أنت أشرتي حضرتك لخسارة إسرائيل في الرأي العام. طيب شو اللي خسر إسرائيل بالرأي العام؟ تفوق الأخلاق، أكيد. إنه الفلسطينيين عم بيقاتلوا عن أرض حق إلهم 75 سنة، ما في حدا بالعالم قادر يعمل حل ويمسك إسرائيل عن إيدها. وإسرائيل التي قدمت نفسها أن نموذج حضاري وحقوق إنسان وديمقراطية وإلى آخره، انكشف وجهها الحقيقي بصفتها دولة البشاعة الكاملة، دولة الإرهاب والإجرام وال... وأنا رأيي أنه الإسرائيلي اللي أراد من حربه على غزة أنه يمحي آثار طوفان الأقصى، هذا النصر الاستراتيجي والتحول التاريخي، علق بحرب غزة، خسر عسكريا وما قدر يجيب الأسرة وما قدر ينهي حماس، وفوق منها وهذا هو الأهم، خسر الحرب الإعلامية، حرب الرواية اللي تاريخيا كان ربحانها في المجتمع الغربي. صحيح. لأول مرة الآن، وأنا بلفت الانتباه انه الشارع الغربي متقدم علينا كشارع بكتير. عربي مش عم بحكي بس بحيوية التحركات والنشاط والانتظام والملايين بفهم. ومئات الالاف، اي انه انتقل من مرحلة التضامن الانساني الى مرحلة فهم الحق، انه لا شو يعني 51% من الشباب الامريكي وفق استطلاعات هارفرد وشركة هارس بيقولوا انه الحل هو زوال اسرائيل واعادة فلسطين لاصحابها. انه شو يعني يطلع نائب بالبرلمان الهولندي ويقول لنحكي بصراحة فلسطين حرة من البحر للنهر، هذا هو الحل. فنحن قدام اذا خسارة خسارة خسارة، مجموعة خسائر متراكمة. الامريكي في مأزق كبير، لانه هي اسرائيل، يعني هو اوكرانيا مش قادر يتحمل خسارتها، كيف بده يتحمل خسارة اسرائيل؟ مش اعدائه وخصومه ما بيعودوا يعملوا له حساب، حلفائه ما بيعودوا يعملوا له حساب، فهو مضطر أن يحمل هذا الوحش وأن يتحمل بسبب هذا الحمل كل النتائج السلبية المدمرة على صورة أمريكا، على الشارع الداخلي، على هذا. لأنه عندما تهزم إسرائيل تهزم أمريكا حكما، وبالمقابل هو في تحدي يومي مع الوقت اللي عم بصير بالبحر الأحمر، يأكل من كل المهابة الأمريكية. أنه شو بده يطلع الرئيس بايدن يخبر الرأي العام الأمريكي؟ انه نحن هاي معركة مع قوة عظمى اسمها الصين، انه صنعاء عندها أسلحة نووية مثلا، بدنا نشوف كيف نرتب الامور نحن وياها، انه انت مش قادر على اليمن. وبالتالي كل، وعلى فكرة البحر الاحمر من 50 سنة لم تصدر وثيقة عن البنتاغون تتحدث عن الاستراتيجية الامريكية، ان كل سنة بيطلعوا وثيقة فيها فصل بحر احمر، انه الامن القومي الامريكي بالبحر الاحمر. طيب إجا اليمن وضرب إجره، قال أنت عندك فيتو بمجلس الأمن، أنا عندي فيتو هون، أنا هون بقرر مين بيمرق مين ما بيمرق. طيب إلى 3 أشهر 4 أشهر أمريكا بتحاول تغير هذا القرار، ما عم تقدر. مزبوط. فالوقت مش لصالحهم. محور المقاومة مرتاح لتعامله مع الوقت، لأنه شعبه
وشعب غزة خصوصا مرعب بهالمستوى. خلاص قرار استشهاد، جوع مش فارقة معهم، تهجير مش فارقة معهم. انه بيسألوه هذا استطلاع الرأي اللي عملته مؤسسة الدراسات الفلسطينية المسيحية اللي برعاية إيدن باور الألمانية، بيسألوا انه اذا سقط الجدار مع سيناء ورأيت الناس يعبرون الى سيناء هل تعبر؟ 72% بيقول لا، نموت بقذائف الدبابات ولا نعبر. مش بس انه ما بعبر اذا سقط الجدار، اذا عم يقصفونا بالدبابات لنهرب على سيناء ما منروح. نحن انت بتعرف انه 80% من سكان غزة هن لاجئين، اكيد يعني هن مخيمات، هن ابناء 48 لجأوا مرة، عملوا لاجئين مرة، اكلوا نكبة وحدة ما رح يأكلوا نكبتين، وبالتالي استشهاد استشهاد. اذا كان العالم فيه يتحمل استشهاد 2.5 مليون مليون فلسطيني، يشرف فلسطيني هذا قرارهم. واذا مش قادر يتحمل هالشي يعجل يعطيهم حق أن يسمحوا للعالم بوقف الحرب. انتبهي، الجهة الوحيدة بالعالم التي لا تتحدث عن وقف الحرب كهدف هي أهل غزة. أهل غزة بدهم وقف الحرب مع نيل الحقوق الوطنية. تعطونا حقوقنا الوطنية من خليكم توقفوا قتلنا، انتو ضميركم عم يوجعكم لأنه نحن عم ننقتل، ما رح نريح لكم ضميركم إذا ما عطيتونا حقوقنا. فهي المعادلة اللي صنعها الشعب الفلسطيني بصورة خرافية وأسطورية، الإسرائيلي مش قادر يعمل مثلها. الإسرائيلي انشقاقات وتشظي وخلافات بالتالي نحن في منطقة، عم بحكي من الزاوية الاستراتيجية مش الجغرافية، يعني في منطقة التطور والتحول. واضح انه بست اشهر المرابح في ضفة، رغم التضحيات العظام بس هذا يستحق التضحية، والمخاسر في ضفة أخرى. هو شفنا المشهدين اليوم على مواقع التواصل اللي بلشت امبارح، مشهدين كتير عكس بعضهم. أهل غزة المدمرة عم يرجعوا على منطقة الشمال، على بيوت مدمرة، فقدين عدد كبير من أحبائهم وأهلهم وأولادهم، بينما الإسرائيلية عم بيفلوا بالمئات. أحسنتي. من مطار أنا الدوري. بدي أشكرك على هالمحطة هاي، لأنه في فلاسفة عرب، شو منسميهم هولي؟ أنا مسميهم متفلسفين. لا، سكافة التتبيع. سكافة شغل أحذية يعني، صح، والتتبيع مش التطبيع، هو تابعين، لأنه أقل مستوى من أنهم يطبعوا. التطبيع يستدعي ندية، هو التتبيع مش تطبيع، صح. فهو بيقول لك، بيطلع لك، وحولوا غزة إلى منطقة غير صالحة للسكن والحياة. وشوف إسرائيل، يا حبيبي الصلاحية للحياة يقررها البشر وروح البشر. ما اقنع الإسرائيلي بأنه إسرائيل كيان صالح للحياة والعيش، إذا ما اقنع اللي ليش صار 850 ألف مهاجرين ومنهم 350 ألف عم بيقولوا لن نعود، ومقابلهم تحت النار وتحت القصف وتحت الدمار وتحت الجوع وبلا ادوية وبلا هذا، وبيوتهم راحوا، واللي بيقول لك مرتي ماتت، ولادي ماتوا، صهري فلان الى اخره، والمرة اللي بتقول لك جوزي مات، ولا هذا، وباقيين ومنتحداهم. انا شفت فيديو لسيدي بغزاوية ستينية تقريبا، بتقول زوجي مات، ولادي ماتوا، لا بتقول نتنياهو قتلت لي زوجي وقتلت لي ولادي، قتلت لي أصهرتي، قتلت لي أحفادي، دمرت لي بيتي، أنت فكرك تهزمني؟ أنت حاطط راسك براسي لندعس رقبتك، أنت اللي رح تسقط ونحن اللي رح ننتصر. ويا مقاومة، اليوم نحن شركة معكم بالدم، مش مسمح لكم تتراجعوا، مش مسمح لكم تتنازلوا، باسم أولادنا خدوا لنا بتاراتنا. هذا الجو. طيب هذا الجو هون، أنا بقول اللي بيعدوا بيتباكوا على أهل غزة وباسمها بدهم يمارسوا الخيانة. وشوفوا حماس شو عملت بغزة. واللي بيتباكوا على جنوب لبنان، دمرت البيوت وحرام والناس وتهجروا وعنا 300 شهيد، ليقول شو؟ إنه لازم حزب الله يتراجع. طيب ما روحوا اسألوا هون المعنيين اللي عم بيموتوا أولادهم، اللي عم تتدمر بيوتهم. أنا في قصة صرت حكيها 3 مرات وما عندي مانع أحكيها الرابعة. عندي قرايب، أنا ابن جنوب، ونحن ضيعتنا على وادي الحجير برج ألواي،
بتلفن لي احد اقربنا قال لي انا نازل على بيروت فيني اشوفك اليوم؟ قلت له ايه. قال لي شي ساعتين بكون يعني عندك. شوي دق لي قال لي بدي اتاخر شوي. قلت له ليه؟ قال لي قطعنا صرنا يعني على اطراف الليطاني بدي اضطر ارجع. قلت له خير شو في؟ قال لي نسيت حط المفتاح تحت تنكة الزريعة واترك رسالة للشباب بركي احتاجوا البيت. احتاجوا البيت يعني يتدمر. انه هاي الروحية لا تبكوا عليهم لهول. هول هذا خيارهم. هول اللي عم يطلعوا بالالاف على اطراف الحدود المباشرة ليدفنوا شهيد ليتحدوا الاسرائيلي. مقابلهم بموت ضابط اسرائيلي بيدفنوه بالليل وعضو الشموع وخمسة ستة من عائلته. طيب هذا التوازن النفسي اللي أنتجته هذه المقاومة مع هذه البيئة مقرر وفارض بمعادلة جديدة بنصاب كافي. شو نصاب كافي؟ إنه العدد البشري المقاتل مع نوع السلاح الموجود وكمية الذخيرة الكافية مع بيئة مساندة باليمن وبغزة وبلبنان وبالعراق ما يكفي للاستمرار بالحرب. ما بدي فوت بمواعيد أطول مما تستطيع إسرائيل الاستمرار بهالبساطة. فبالتالي هاي الحرب نحن ربحانين ربحانين. هلا بخفف عليه الإسرائيلي كل ما قلل توسيع البكار. هو مراهن إنه هزيمة قدام غزة صعبة. بركي مع غزة وحزب الله حاول لعبي على لبنان. راح على القنصلية بخلفية إنه إيران إنه هذا دوليا يمكن حزب الله ما إلى ذات الوقع ما تقول مع إيران بأمريكا وبالغرب وبالهذا. اكتشف إنه إيران قصة تانية. يعني هلأ علق إنه ما في ما يرد لأنه إذا ما رد خلص انهزم. طيب كيف بده يرد؟ اليوم عم بقرأ إنه واحد من الخيارات اللي على جدول أعمال مجلس الحرب الرد السيبراني. طيب ما هذا موجود يعني الحرب ما عم خفف من قيمة الحرب السيبرانية. بس أنا عم أقول الحرب السيبرانية بين إيران وإسرائيل عمرها 20 سنة ما فيها شيء جديد. يضرب بسوريا ما في شيء جديد. الجديد هو أن إيران قصفت من الأرض الإيرانية مواقع إسرائيلية. وأنت قلت يا نتنياهو أنه إذا جاء القصف من الأراضي الإيرانية لا قيمة للرد إلا داخل الأراضي الإيرانية. إذا رد داخل الأراضي الإيرانية إيران عم بتقول لو ضرب محرس لمؤسسة مدنية يعني الحرس كشك الحرس هذا نعتبره إعلان حرب. وبالتالي اللي شفتوه هو بروفا. اضربوا بعشرة اضربوا بعشرة العدد واضربوا بعشرة السرعة واضربوا بعشرة الحمولة واحملوا. ويا أمريكا إذا ساعدتيهم قواعدك أهداف مشروعة. ويا دول المنطقة اللي منكم بيسهل عم يعمل معنا عداوة رح نحاسبه بالنسبة والتناسب. نحن مش جايين نفتش على عداوات. بس الأردن ما بيقدر يسمح باصطياد المسيرات الإيرانية في أجواءه وبالمقابل يسمح بالطائرات الإسرائيلية تعبر أجواءه يسكر أجواءه. موافقين يعني فيه يعتبر أنه هو سمح بإسقاط المسيرات الإيرانية على قاعدة أنها اخترقت أجواءه بصورة غير مشروعة. وافقنا. لكن هذا يستدعي أنه يبلغ الإسرائيلي أنه ما بتقدر تمرق بالأجواء الأردنية. وبالمناسبة الإسرائيلي خياراته مش كتير واسعة. يعني هو إذا الأردن مسكر الأجواء فوق سوريا ما في يمرق. الناس بيفكروا أنه هو عم يعمل غارات فوق سوريا معناتها عم بفوت بالأجواء السورية. من 2017 ما في طائرة إسرائيلية عبرت الأجواء السورية. عم يقصف من الجولان، عم يقصف من فوق لبنان، عم يقصف من فوق البحر لأن الأجواء السورية حرمت عليه بشبكات الدفاع الجوي السورية. وبالتالي هو عنده مشكل. ومنين بده يروح؟ فوق تركيا؟ تركيا بتسمح له يروح يقصف إيران؟ يعني فمين اللي بده يسمح له؟ عنده أذربيجان حاطط فيها سرب طائرات. وجهت إيران إنذار لأذربيجان. أنتوا شفتوا مثل ما شاف غيركم. بتريدوا تكونوا على لائحة العداء؟ اختاروا. هذا شيء بخصكم. بس نحن لن نتسامح. أنا رأيي أنه نحن دخلنا بالمرحلة لميزان القوى الراجح بقوة لصالح إيران رح يبلش يتظهر بآلية اتخاذ القرار. هلأ ممكن تخاطر إسرائيل لأنه دائما يعني أنت لما بيكون واحد أحمق
ما بيقرا الـ الـ الاكلاف بذات العين اللي بيقرا فيها الارباح المفترضه، بصير يكبر براسه، وهي عقل المقامر اللي خسران وبصير بيقول مفلس، فبصير احمق ومقامر. يعني فالمقامر الاحمق، يعني هذا نتنياهو مقامر احمق، فبتضل تحطي كل الاحتمالات، لكن هذا سيسرع نهايه الحرب. انا رايي سواء صمت الاسرائيلي او عمل رد شكلي او ذهب الى رد يستدعي ردا ايرانيا، بالحالتين المدى الزمني الذي يفصلنا عن نهاية هذه المنازلة في المنطقة مع الطويل. هذا الشيء برجعنا لسؤال عن الموقف الأمريكي. في هيك شوية غموض بالتفسيرات حول الموقف الأمريكي، يعني هل هي بعد داعمة إسرائيل للآخر بأي شيء بدها تعمله، أو لا عن جد عم بيقله لنتنياهو أنه لازم تضرب فريم هون وما بقى تتهور وما بقى تتسرعوا، طالما ولا هو تبادل ادوار كرمال الانتخابات الامريكيه؟ نعم، طالما الامريكي عم بيزود الاسرائيلي بالسلاح والذخيره اللازمه لمواصله الحرب، فاذا كل اللي عم نشوفه هو لعب سياسي، استثمار سياسي. هل يتحمل الامريكي ان يستمر هكذا الى ما لا نهايه؟ بالجوهر الامريكي صهيوني، هو حكاها علنا بايدن يعني. طبعا وبلينكن اجى قال انا هون بصفتي يهودي قبل ما اكون بصفتي يعني وزير خارجيه. صحيح. لا ننوهم بأنه في تضاد أمريكي إسرائيلي. في التالي، هزيمة إسرائيل لا تتحمل أمريكا، هذا نهائي. رؤية أمريكا لإدارة الصراع بعد بلوغ الاستعصاء والأزمة والهذا أكيد بدأت تفترق عن الرؤية الإسرائيلية. لرأيي جوهر الرؤية الإسرائيلية يرتبط بشخص نتنياهو. إذا تطورت الأمور لمحل صار أحد الاثنين يجب أن يرحل، نتنياهو أم بايدن، أكيد أمريكا راح تحافظ على بقاء بايدن وتعتبر فليدفع نتنياهو الثمن. رأيي التوقيت الفاصل هو لما منروح على المنازلة الانتخابية، وهذا بعتقد أواخر حزيران. رأيي من هون لهداك الوقت الأمريكي بيعمل مواقف إعلامية تفيدوا بانتقاد إسرائيل أمام الرأي العام الأمريكي الغاضب، وأمام الرأي العام العربي اللي يعني حكوماته بتحاول تشتري بالانتقادات الأمريكية مبرر وعذر لعلاقتها بأمريكا. والإسرائيلي بيستفيد، نتنياهو بيطلع بطل وطني يعني إسرائيلي، أنه أنا ما بخضع، أنا ما بتلقى تعليمات من حدا إلى آخره. لكن نحن عم نقرب من الديدلاين وما في حلول، يعني انه الاسرائيلي عم بيقول انا اذا فتت على رفح بغير. الامريكي بيعرف انه الدخول على رفح مثل دخول خان يونس، مثل دخول غزه، مجمع الشفاء ما فلقتنا فيه ثلاث مرات انه الدخول عليه هذا القيادي هونيك والانفاق هونيك والاسرى هونيك ما تغير شيء. برايي يعني الاقتناع الامريكي بقدره اسرائيل يتراجع. بهاي الجوله الاخيره بين انه اسرائيل حدود مساهمتها في مواجهة الرد الايراني ما تعدت 20%، و80% كان على العاتق الامريكي، وبالتالي نسبة 80-20 ستصبح حاضرة في القرار الاسرائيلي، 80% للامريكان و20% للاسرائيليين. لكن لن يستعملها الامريكي لاذلال اسرائيل. برأيي رح يلعب من داخل العلبة الاسرائيلية الداخلية، واهون عليه انه هذا الموضوع يتم بعنوان تحرير الأسرى والحل بغزة وهذا، لأنه أصبح هناك صدى داخلي إسرائيلي لهذا الخطاب، بده يقطع الموضوع الإيراني. برأيي أنه ممكن هيك يدفع الأمور باتجاه رد شكلي، يعني مثل ما عم نحكي حرب سيبرانية وإلى آخره، ودخلنا على الحسابات البنكية وتحكمنا وخربطنا مفاعلات نووية وعطلنا محطات كهرباء، ويسهل فيها الكذب، يعني هالنوع من البطولات الوهمية. إذا راح وعمل ضربة على الداخل الإيراني، برأيي الأمريكي هو الذي سيكون في مأزق، لأنه إيران سترد وسترد بجدية. في نظرية بتقول أنه بايدن ونتنياهو رح يسقطوا سوا مع بعض، احتمال. يعني رأيي لما بيكون 55% من الرأي العام الأمريكي ضد الحرب على غزة،
وبيطلع ترامب اللي يفترض أنه حليف لنتنياهو كما يعتقد كثيرون، وأنه نتنياهو ناطر ليوصل ترامب إلى آخره. طيب ما ترامب عم بيقول له بدك تنهي الصراع لأنه العالم ما بقى يتحمل، ولأنه بدأت تخسر رأي العام العالمي. يعني في تحول على المستوى الأمريكي مش محصور ببقاء بايدن، يعني إن راح بايدن وإجا ترامب برأي التغيير طفيف أكيد، لأنه ايه. سياسة واحدة لا مش بس هيك، في رأي عام حاضر ايه. والرأي العام الأمريكي الحاضر في الشارع الآن لا يمنح تفويض لأي رئيس سواء كان بايدن أو ترامب في تغطية مزيد من جرائم نتنياهو. هذا التحول الكبير، وهذا صنعه أطفال غزة، يعني صنعه شباب وصبايا عمرهم 15 و16 سنة بيتقنوا استخدام وسائل التواصل، بيتقنوا اللغة الإنجليزية، مضوا ساعات الوقت هي والطيران عم يقصوا فيني وعم بيصوروا وعم ياخدوا وقائع حقائق وعم بيجوزوا الحقيقة للحق. الإسرائيلي مجوز الكذب للباطل والعالم عم بيشوف، لذلك انحاز العالم للمكان الفلسطيني. أمريكا تدير إسرائيل أو إسرائيل تدير أمريكا؟ لا قطعا أمريكا هي سيدة الموقف وهي صاحبة القرار. هلأ الإسرائيلي بيقدر يناور على الرأي العام الأمريكي لما بيكون في مزاج في الرأي العام الأمريكي مختلف عن اليوم. الرأي العام الأمريكي ضد السياسة الإسرائيلية، فبالتالي هذا يجعل إسرائيل رهينة أكثر للمشيئة الأمريكية. الدفاع الأمريكي عن إسرائيل اللي صار بوجه الرد الإيراني بيجعلها رهينة أكثر فأكثر. برأيي نظرية بن غوريون عن الدولة المستقلة راحت، ما بقي شيء من دولة مستقلة، يعني كيان اللي بناه بن غوريون خلاص. نحن قدام، أقول بصراحة، قدام دولة عالم ثالث. يعني هاي إسرائيل اليوم حالتها بوقت أنه عندها قنبلة نووية وعندها طاقة نارية تدميرية، لكن القدرة على ممارسة سياسة مستقلة انتهت. بعد في عنا سؤالين استاذ ناصر لو اذا سمحت بنرجع فيهم على الداخل اللبناني. امبارح من يومين كمان تلاقت سيارة جديدة لليوان بقلب الضاحية، وهيدي الحادثة مش أول مرة عم تتكرر، صارت قبل بمرة. شو تفسيرك لهيدا يلي عم بيصير؟ هل هي فعلا سيارات عم بتضيع بشوارع بيروت مثل ما البعض عم بيقول؟ والسؤال الأخير، النزوح السوري بلبنان هل حقيقة هو مرتبط بخسارة أو فوز محور المقاومة بغزة وجنوب لبنان؟ شوفي المرة الأخيرة غير المرة السابقة. المرة السابقة بعتقد التحقيقات وصلت أنه في عمل مخابراتي يعني وفي عملية تجنيد وهذا. من قبل اليوان ولا؟ لا موظفين باليوان يعني أنه مش اليوان كيوان يعني هولندي بعتقد اللي كان صح. المرة الماضية هالمرة مع تعطيل أنظمة الجي بي اس بالمنطقة يعني هل عم يحققوا فيها المعنيين، بس انه في فرضية العذر اللي له علاقة بتوهان ناتج عن تعطيل الأنظمة. بكل الأحوال أنا برأيي لا تشكل شيء يعني كبير، يعني في قرار عند الدولة اللبنانية بكل أجهزتها وعند الثنائي وخصوصا عند حزب الله بعدم السماح بمشكل مع الأمم المتحدة مع اليونيفيل، وبحصر دائرة أي إشكالية بحجمها وبحدودها. وبالتالي طبعا نحن عم نتعاطى مع جسم جاي من دول الغرب بشكل أساسي، بقلبه أجهزة المخابرات مشتغلة، الإسرائيلي إيده طايلة فيه لأنه أغلبهم بيقضي إجازاته داخل الأرض الفلسطينية. هذا الموساد عم يدغل نغل يعني. شفنا فلذلك في محمد سرور. نعم في تحسب في حذر في هذا، لكن لما بتنلقط قصة أو بتصير قصة في سعي لحصرة على قاعدة هذا السقف السياسي الحفاظ على العلاقة المبدئية مع اليونيفيل بشكل إيجابي. فبهالمعنى أنا برأيي لا باليونيفيل في قرار كيونيفيل بمشكل، لأنه ما عاد القرار الدولي بإيد أمريكا كما كان سابقا. أمريكا شريك بالقرار الدولي بس ما عادت هي صانعة القرار وحدها، فبيعملوا حسابهم كل التنفيذيين بالبنية تاعت الأمم المتحدة أنه في توازن جديد بقلب القرار الدولي، وبالتالي بديروا بالحدود اللي ما بتسمح بي يعني تفجير مشاكل. وبلبنان ما في قرار، فبالتالي هي إشكاليات لكن يمكن حصرها. قصة محمد شرور يعني هي بتعطيكي صورة الله يرحمه يعني عن الطرف اللي عنده روح المسؤولية لما بيقتل حدا من بيئته كيف بيتعامل،
والطرف اللي ما عنده روح المسؤولية ما بده يقول بده يعمل فتنة وبده يأخذ البلد على الحرب الأهلية، لأنه رأي حرب أهلية بلبنان ما فيه. أنا من 10 سنين بعيد ذات العبارة بقول من يريد الحرب لا يقدر لها، ومن يقدر على الحرب لا يريدها. هاي معادلة لبنان. لذلك ما في حرب أهلية بلبنان، لكن انه في مثل بيقولوا ازعاج وارباك واشغال عم نحكي عن استغلال مقتل باسكال سليمان، اللي انا برايي انه يعني عملوا القوات مثل ما عملت امريكا ب 11 ايلول، انه صار عندهم قصه عملت تعاطف انساني، بدل ما يوظفوها لكسب اخلاقي راحوا يوظفوها للغه الحرب وخطاب الحرب والاعتداء على النازحين السوريين وارتكابات، وهذا ضيعوا الفائض الأخلاقي اللي كسبوه بأنه هذا شاب لبناني يعني معلم موجود ببنك، ابن عيلة له عيلة مرة وأولاد وأم، كل الناس يعني ما حدا بيتضامن مع القاتل، يعني كل الناس متضامن مع الضحية. أداء القوات هو اللي خلى أنه تنخسر هالحالة التعاطف التي ترتبت على الجريمة. والنزوح السوري في نظريات، لأنه طلعت أول ما بلشت الحرب بغزة أنه ممنوع تسقط حماس أو المقاومة بشكل عام، لأنه هيدا السقوط رح يؤدي حكما إلى توطين اللاجئين والنازحين السوريين بلبنان، اللاجئين الفلسطينية أكيد. صحيح، يعني خليني أقول أنه بالمبدأ يمكن ما تكون الأمور مربوطة هالقد ميكانيكيا ببعضها يعني، لكن بعتقد اللي قال هالفكرة يعني مقصده. أنا بتذكر سمعت سماحت السيد لما حكي على موضوع خطة التهجير، يعني التهجير الغزيين إلى مصر، تهجير أهل الضفة إلى الأردن، تهجير أهل 48 إلى لبنان، أنه هذا هو مشروع الدولة اليهودية الحقيقي اللي عم ينشغل عليه. بنهاية المطاف في شيء حقيقي، أنه اليوم اللي مانع توطين اللاجئين هو رفض اللبنانيين للتوطين، ورفض اللبنانيين للتوطين ناتج عن شعورهم بأنه هني قادرين يقاتلوا، قادرين يقولوا لا. وهذا أحد مصادره، تما نقول كل مصادره، المقاومة وقوة المقاومة. فإذا زادت القوة الإسرائيلية من وراء انتصار في غزة سيصبح ثمة خطر أعلى على قوة هذه المقاومة، وبالتالي بتصير كل المشاريع اللي بتخدم المشروع الإسرائيلي، اللي منا التوطين اللي منا النازحين، مخاطرة أكبر. ما بدنا نقول حكما بصير وهذا، بس بتصير مخاطرة أكبر. بعتقد الموضوع الفلسطيني صار خارج البحث، يعني موضوع التوطين، لأنه برأيي اللي شفناه بأهل غزة واللي شفناه على المستوى الفلسطيني العام بالعالم، هالنهضة الفظيعة، يعني حتى الجاليات الجيل الثالث والرابع، يعني اللي ولدوا بأمريكا ولدوا بكندا ولدوا بأوروبا، بتلاقي هالحيوية الوطنية والكوفية والتمسك بفلسطين وعلم فلسطين، فما بالك بلبنان؟ يعني ناطرين أيمتى حزب الله بده يفوت على الجليل وعلى سهل الحولي، عم بيجهزوا حالهم بأولاد الضيع ذاتها، أنه نحن حزب الله يوصلنا لهنيك ونحن بنبقى بسلاحنا ونحن بنحمي. ما في قلق أنا رأيي بلبنان من هذا التوطين، طالما المقاومة قوية وهي قوية، ومعادلات المنطقة كل ما إلها عم تتحسن لصالح محور المقاومة. موضوع النازحين السوريين أنا بنهاية الطريق أكيد مش قلق منه، لكن رأيي أنا قلق من الطريق، نحن وبالطريق، لأنه صار عندنا نسبة توازن سكاني مش طبيعي بالبلد، الوضع الاقتصادي والوضع الخدمي ما في يحمل كل هذا الكم من الناس لبنانيين وسوريين. الحل بسيط، والدولة السورية متعاونة، انه تعوا يا جماعة نضغط سوا على الجهات المانحة لنقل المساعدات التي تقدم للنازحين الى داخل سوريا عبر مكاتب الامم المتحدة والمنظمات الدولية ذاتها، مش يعطون للدولة السورية، هن يقبضوهم للناس هونيك. 70-80% من السوريين بيروحوا على سوريا، وعم بيروحوا اصلا، يعني هو ما عندهم مشكل امني، هو عم بيروحوا بعيدوا، وعم بيروحوا الخميس وبيرجعوا السبت والى اخره. وبالتالي هذا بده اراده لبنانيه، لكون صريح، لانه برايي كان في مشكل بالاراده العربيه قبل سنه من القمه العربيه وجاي، وبقصد بالاراده العربيه مش الاردن اللي بعد في مشكل بموقفه، السعوديه كانت بالصف الدولي الذي يضغط لصالح المشروع الأمريكي في موضوع النازحين. الآن السعودية ترعى
تعاونا مع سوريا لتقديم جدول طلبات يتبناه العرب ويطرح على الأوروبيين والأمريكيين، بما فيه استثناء مستلزمات عودة النازحين من العقوبات، استثناء البنى التحتية وإعادة بنائها، وأنه العرب بدهم يساهموا كعرب كجامعة عربية. طيب بقلب النقاش اللي عم بصير عربيا مع سوريا في انزعاج عربي، وأنا مسؤول عن هالكلام، سعودي، من أن اللبنانيين صوتهم يسمع أكثر كمتضرر من وجود النازحين إذا خاطبوا الأوروبي والأمريكي بهذه اللغة: ارفعوا العقوبات عن الأموال المخصصة لعودة النازحين، اسمحوا بنقل المساعدات المخصصة للنازحين إلى داخل الأراضي السورية. أنه في لبنانيين خصومتهم مع حزب الله مخليتهم ما بيتجرؤوا يواجهوا الغرب، لأنه هذا الغرب هو سندهم بالمعركة مع حزب الله بهالبساطة. هل هالدم اللي نزل تما يروح هدر؟ لأنه قيمة الدماء دائما منقول نحن أنه الفرق بين الضحية والشهيد، الضحية ضحية بيموت وأهله بيبكوا، الشهيد هو اللي دمه بيكتب حقائق. شو الحقيقة التي يمكن أن يكتبها دم باسكال سليمان؟ هي أن يكون ذخيرة لصناعة تحول في التعامل اللبناني مع ملف النزوح. وأنا برأيي هي عند القوات مش عند حدا تاني. إذا القوات قالت اليوم أنه نحن سنقيس موقفنا من كل دول العالم على ضوء موقفها من النازحين، أمريكا أوروبا مش فارقة معنا، العرب كلهم بدنا موقفنا بيتحدد على هالأساس، وإذا ما استجابوا لطلبنا بإعادة يعني تأمين المساعدات للنازحين في الأرض السورية، يا حكومة لبنانية افتحي البحر أمام النازحين. بس القوات منه من الحزب الحاكم، يعني في حكومة هي اللي بتاخد قرارات وهي اللي بتعلن بهذا الموضوع. شوفي الحكومة ماخذة موقف، لكن الحكومة بهالحدية يعني لا، خليني أقول لك، الغرب بيعرف لبنان منيح وبيعرف جيدا أنه ما في إجماع على موقف الحكومة. إذا لمس أنه الموقف الحكومي يستند إلى إجماع، خليني أضيف على القوات أنا البطركية، بمعنى أنه في إجماع روحي وسياسي وحزبي ونيابي تترجمه الحكومة، تجي الحكومة بتاخد قرار أنه هلأ قائد الجيش إذا في وراء كل هول وقالوا له افتاح البحر شيء، وبين أنه في رغبة فريق لبناني دون الآخرين شيء تاني. ولهالسبب الحكومة ما عم تروح بعيد، عم يكتفي أنه وزير الخارجية بيروح بيحضر مؤتمرات وبيبلغ الخطاب اللبناني والمصايب اللبنانية والوجع اللبناني والتمنيات اللبنانية، بيقولوا له لا بيرجع ببكي وبروح يعني. أما لما في موقف مبني على إجماع وطني، بيروح وزير الخارجية وبيقول أنه يا اتحاد أوروبي نحن ملف النازحين بيننا وبينكم في تعاون، سنوقف التعاون في ملف النازحين، سنوقف التعاون، وهو المنظمة المفوضية اللاجئين ما نزعبها من لبنان إذا ما بتقبل تنقل على مكتبها بسوريا وتدفع هونيك، والأموال المحولة للنازحين بلبنان سنمنعها. ما فيها الدولة، بس لتعمل هيك الدولة بده يكون هاي أولوية وطنية، ولتكون هاي أولوية وطنية ما في أولويتين، لأولويته كيف بده ينكل بحزب الله ما في تكون أولويته عودة النازحين، لأنه شرط التنكيل بحزب الله هو إرضاء الغرب، وشرط إرضاء الغرب هو غض النظر عن موضوع النازحين والاكتفاء بالاستثمار الإعلامي فيه. هن للأسف تأخروا كتير، كان خطابهم غير قبل، كانوا عم بيقولوا على جتتنا ما بيرجعوا النازحين، ولو إجا 10 مليون نحن مضطرين نرجع لنفتح الدفاتر العتيقة. في حدا قال لازم نعمل بعرسال نصرة لاند، يعني نشرع السلاح السوري المعادي للدولة السورية مثل ما شرعنا السلاح الفلسطيني بالعرقوب بال69 وسموه فتح لاند. انه ماشي، بس هذا اللي قال هيك اليوم موقفه كويس اللي هو الاستاذ ولي جنبلاط يعني. طيب قادة 14 أزار ما طلعوا على عرسال وصاروا يخطبوا هونيك انه ما حدا بيسترجي يطلع فيكن بعين، اللي بيطلع فيكن بعين بعلو التنتين، سلاح وقتال وثوار وأحرار، خطاب أشرف ريفي وخطاب غير غضينا النظر. فايز غصن الله يرحمه مخونوه لما قال صحيح. انه في داعش بعرسال يعني. فمش طالبين من الناس
تعمل مراجعة. هلا ما استحقيتوها، كونوا صادقين. يعني أنا مني مصدق بعد إنه مستحقينا. أنا رأيي إنه اللي بعده أولويته مواجهة حزب الله وبيقول لي أولويتي عودة النازحين، مش راكبة. لأنه أولوية حزب مواجهة حزب الله شرطها إنك تحتمي بالمتراس الغربي، والمتراس الغربي مهره إنك تبيع قضية النازحين. استاذ ناصر شكرا كثير لحضرتك على هذا، شكرا لك ويعطيك العافيه. نعتذر على الاطاله. لا بالعكس. كانت حلقه هيك دسمه. شكرا لك. شكرا استاذ، ولكل يلي تابعونا ما تنسوا تتابعونا بحلقات جديده. كونوا بخير.